الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لجريمة قتل هذا العالم الجليل والرمز الكبير والفقيه آية الله نمر باقر النمر، نتوقف قليلا بعد هذه الجريمة البشعة التي اقترفها هذا النظام المتوحش الذي كشفت السنوات الأخيرة حجم دمويته وتعطشه للدماء وما يمثله من رأس رمح في خاصرة هذه الأمة وجسد هذه الأمة، زرعه الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ليكون رأس حربة لتدمير هذه الأمة. إن جريمة قتل فقيه من الفقهاء ورمز ديني بهذه الطريقة المتوحشة سابقة هي من أخطر السوابق في تاريخ منطقتنا المعاصر. ربما للرموز الدينية ومقام من يمثلون الدين والعقيدة في كل العالم لهم خصوصية ومكانة ومقام، تراعى في كل الظروف وفي كل الحالات، لم يحدث أن تجرأ نظام سياسي أن يتصرف بهذا السلوك المشين حتى في طريقة الاعتقال والمحاكمات الصورية والإهانات التي يتعرض لها رمز ديني يستمد رمزيته وقدسيته لما يمثله من مقام يرتبط بالدين والعقيدة. إلى هذه الوحشية المبالغة والمفرطة في التعاطي والتعامل مع رجل عبر عن رأيه ووجهة نظره، بل وقدم رؤيته مكتوبة لكي يعرف الجميع حجم الجريمة التي يمكن أن يقول النظام السعودي بأن هذا الرجل قد ارتكب جريمة يستحق عليها مثل هذه الوحشية في التعاطي والتعامل. لكن نتوقف قليلا بما يتسع له الوقت عند بعض المحطات المهمة فيما يرتبط بقضية هذا الشهيد الكبير وهذا الشهيد العظيم الذي وقف شامخا ثابتا واضحا في كل ما تبناه من موقف ورؤية، وكان مدركا للنتائج وكان متحملا حتى اللحظة الأخيرة لموقفه الرباني
وربما هو مصداق الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أساليب الطغاة لإحكام السيطرة على الشعوب يعتمد على وسيلتين لتحقيق هذا الغرض الذي في محصلته إخضاع الشعوب بغرض الهيمنة والسيطرة دون أن يتحدث أحد ودون أن تكون هناك ردات فعل ودون أن يتجرأ أحد حتى على مجرد الكلام. الأسلوب الأول أسلوب صناعة الخوف عبر وسائل القمع والتنكيل. إذا تمكنوا من زرع بذور الخوف في صدور الناس يسهل على الحكومات المستبدة والمتكبرة والمتجبرة السيطرة والتحكم ونهب الثروات والخيرات والتصرف في البلاد كما يحلو لهم وكما يشاءون دون أن يقلقوا دون أن يكون هناك أي مشاعر للخوف من ردات فعل ممكنة من هذه الشعوب على فساد الأنظمة الحاكمة فساد النظام السياسي القائم فيتفننون في الإيذاء والتنكيل لينتشر الخوف والهلع في قلوب الناس من أن يقتربوا لمنطقة الحديث عن العدالة وعن المساواة وعن الحقوق المشروعة وإقامة نظام سياسي عادل يحقق رفاه المجتمع دون تمييز ودون تميز ودون تفرد لأحد على أحد. الطغاة يزعجهم الكلام عن العدالة وعن الشرعية وبالتالي فإن أسلوب القمع المفرط حتى إذا وصل إلى سفك الدماء واستباحة الأعراض والحرمات وهتك المقدسات أيضا لبث الخوف والرعب في قلوب الناس فإنهم لن يترددوا لحظة واحدة لإسالة أنهار من الدماء من أجل بث الخوف، اعتقال أطفال صغار، إصدار أحكام بالإعدام لمجرد مشاركة في تظاهرة هي رسائل تخويف وهم مستعدون لحز الرؤوس بالسيوف من أجل إقناع عامة الناس بأن الاقتراب من هذه المنطقة تؤدي إلى هذه النتيجة. هذا سلاح فتاك يستخدمه الطغاة لبث الخوف والرعب والهلع في قلوب الناس لكي لا يحدثوا أنفسهم بالحديث عن العدالة وبالحديث عن المشاركة وبالحديث عن الحقوق والنظام السياسي العادل الذي يستمد مشروعيته من إرادة الناس وانتخاب الناس. عليكم السلام ورحمة الله. أما الأسلوب الثاني الذي يتبعه عادة وهو يتوازن مع أسلوب القمع والقتل
والشدة في التعامل مع الناس، شراء الضمائر والذمم وصناعة النفاق من خلال خلق جوخة من المتزلفين، من المتمصلحين، من الذين لا ينظرون إلى الأوضاع إلا من خلال ما يمكن أن تكتنزه جيوبهم من مال وجاه ومنصب. ولذلك يصنع الطاغية أو الطاغوت أو النظام الدكتاتوري والمستبد من حوله طابور من المنافقين المتزلفين الذين أقصى طموحاتهم في هذه الدنيا أن ينالوا المال والمنصب والجاه. سلاحين فتاكين، سلاح القمع والقتل وتخويف الناس من خلال إجراءات الانتقام المتشددة التي تصل إلى انتهاك الأعراض وإلى فصل الرؤوس عن الأجساد وإسالة الدماء وانتهاك كل مقدس من المقدسات. ما قام به الشهيد الكبير آية الله النمر هو حقق أهداف عديدة فيما قام به، غير الأهداف التي كان هو يتطلع إليها بينه وبين ربه وأمنيته الكبيرة بالشهادة حتى آخر اللحظات عندما وصلته رسائل بوساطات وإمكانية تدخل من قبل جهات أو مراجع أو دبلوماسيين لرفع حكم الإعدام، كان يرفض وكان لا يجيز لأحد التوسط وطلب الالتماس من النظام السعودي بأن يعفو عنه باعتباره أنه لم يرتكب جريمة وأنه مارس حقه ودوره كعالم دين كفقيه في إيضاح الأمور للأمة. واحدة من أهم القضايا التي حققها الشهيد الكبير أنه حطم حاجز الخوف والهلع من استبداد النظام السعودي ومن غطرسة النظام السعودي. في خطابه كان واضحا أنه يريد أن يحطم الهالة التي صنعها آل سعود حول نظامهم وتجبرهم وتفرعنهم. الشهيد الكبير اخترق هذه المنطقة وأوصل رسالة مدوية بأن هذا النظام من الممكن تحديه ومن الممكن مجابهته بالصوت، وهذه مقولاته التي اليوم تسجل بأحرف من نور: عزيز الكلمات أو زئير الكلمة أقوى من عزيز الرصاص. وبذلك أصبح أنموذجا ووضع سقفا كبيرا أمام جميع الأحرار في العالم. هو عندما رأى بأن غطرسة النظام السعودي وفجوره واستبداده ودكتاتوريته وصلت إلى منطقة لا بد فيها من موقف، ورأى تكليفه الشرعي بأن يصدح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من خلال
مجابهة الباطل وتحمل المسؤولية بوعي وإدراك تامين. الشهيد كان يدرك تماما، ولعله في أكثر من خطاب أشار إلى قضية الموت وأنهم يهددون بالقتل، فيا مرحبا ويا مرحبا بالموت من أجل العدالة ومن أجل حقوق الناس ومن أجل حقوق الأمة. استطاع الشهيد بدمائه، لم ينتظر ليبرر لنفسه تقاعس الآخرين أو خوف الآخرين أو جبن الآخرين من عدم تحمل مسؤولياتهم، من عدم الاطلاع والقيام بمسؤولياتهم. قام بأداء تكليفه كما رآه هو، دون أن ينتظر تصفيقا من أحد، دون أن ينتظر ما يمكن أن يبرر له التقاعس والهروب للخلف والاختباء وراء الجدران وإيثار السلامة على النفس. كان كباقي الناس إنسانا يعيش حياته، له عائلته وله حياته، ولكن عندما دقت ساعة الواجب ورأى أن تكليفه الشرعي يقتضي أن يقف هذه الوقفة وأن يصدح بهذا الصوت من أجل تحطيم هذا الصنم وتحطيم الخوف من مواجهة هذه الصنم، من مواجهة هذه الأنظمة المتفرعنة. محطة مهمة جدا يمكن أن نتوقف عندها قليلا أيضا، محطة وضوح الرؤية. عندما تكون لدى الإنسان رؤية واضحة وعلى أي أرض يقف وإلى أي موقف يستند، فإنه لا تؤثر فيه الدعايات ولا الإشاعات ولا مؤامرات الحكومات مهما امتلكت من سطوة ومال وقوة وطابور من المطبلين والمنافقين، الذي يعي مسؤوليته وموقفه فإنه يمضي قدما إلى الأمام غير عابئ، ولا تؤثر فيه حملات التشويه أو حملات التضليل أو حملات التحريف في مسيرته وأهدافه ومواقفه. شنعوا عليه كثيرا، ثاروا عليه حروب من الشائعات من قبل وحتى شهادته وحتى بعد ذلك، ولكنه طيلة الموقف وتحديده لجبهة الحق التي أراد أن يقف عليها لم يتردد، لم يبدو مترددا أو مشككا في سلامة المسير وسلامة الهدف وسلامة التكليف الذي اتخذ قرارا بتبني. هكذا كان الشهيد. وفي هذه الذكرى ربما أقف قليلا أيضا، نحن في هذه الذكرى وفي أكثر من بلد هناك من يحيي مناسبة هذا الشهيد الذي تحول إلى رمز عابر للقارات وعابر للحدود الإثنية والعرقية، وأصبح رمزا كبيرا لعشاق الحرية. وهذه واحدة من إنجازات شهادته الحمراء، بأنه وضع سقفا ونموذجا لكل الأحرار، أسقط كل الأقنعة، أقنعة الدكتاتورية والاستبداد
وأسقط أيضا أقنعة الجبن والخوف والهلع من الأنظمة الحاكمة، وأن بإمكان الإنسان إذا تحمل رسالته أن يواجه أعتى الأنظمة وأشرس الأنظمة بشرف وبرجولة كبيرة متناهية. ماذا نستطيع أن نقدم في هذه الذكرى؟ موضوع تسليم جثمان الشهيد. ارتكب النظام السعودي هذه الجريمة البشعة بحق ليس الطائفة الشيعية، عندما يسل سيف البغي والعدوان والظلم ليحز رأس رمز ديني، فإنه اعتدى على كل الأديان واعتدى على إنسانية الإنسان ليعاقب على ما يعتبره جريمة تتعلق بتعبير عن الرأي وتبيين الموقف. ارتكبوا هذه الجريمة ويرتكبوا اليوم جريمة أخرى تتعلق بأخلاقية تسليم جثمان من قمتم بقتله وسفك دمه إلى أهله وعشيرته وذويه، ومن كان يمثل بالنسبة لهم قدوة وأسوة ورمزا. هذه القضية لا زالت قائمة إلى يومنا هذا، ويطالب الجميع بإعادة جثمانه ليلقى التشييع اللائق والمكانة اللائقة. ربما نستطيع نحن من هنا أن نمارس كافة ألوان الضغط على النظام السعودي لكي يقوم بتسليم جثمان الشهيد. الكلمة الأخيرة ما يرتبط بهذه الذكرى، نستطيع أيضا أن نحيي مآثر هذا الشهيد من خلال إحياء كلماته ومواقفه من خلال مختلف الوسائل والوسائط التي تصلها أيدينا، وأن يبقى ضحى من أجلنا جميعا، ضحى من أجل أن يرفع عنا الظلم والحيف والجور، ضحى من أجل أن تصان حرمات الناس وتقام العدالة. ويستحق منا أن يتحول بسبب أنه استرخص دماءه من أجل كرامتنا ومن أجل عزتنا ومن أجل شرفنا ومن أجل حريتنا، أن نجله وأن نرفعه علما كبيرا لهذه الحرية ولهذه الكرامة، وأن يتحول إلى أيقونة عالمية في وقتنا المعاصر كرمز للحرية والكرامة. أكتفي بهذا القدر. مهما تحدثنا عن مظلومية الشهيد النمر والقضية الكبرى التي قدم نفسه رخيصة من أجلها، فلن نوفي حقه، لأنه أعطى أغلى ما يمكن أن يعطيه إنسان لأمته وناسه ودينه، وربما تأسى بسيد الشهداء عليه السلام. إن كانت العدالة وإن كان هذا الدين الذي يستخف به النظام السعودي بهذه الطريقة، فيا سيوف خذيني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.